تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. إذن في هذا البرنامج نفتح آفاق التواصل معكم مستمعينا لاستقبال آرائكم ملاحظاتكم اقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. نرحب بفريق العمل عندنا في البرنامج، طبعا هذه تحية أقدمها في البداية لفريق الإعداد عندنا في هيئة الصحة بدبي، بذكرهم اليوم بالأسامي. عندنا أستاذ يوسف سعد، عندنا أستاذ حسني البلاونة، أيضا الأستاذ نور نزال، وكذلك عندي بعد الجندي المجهول حسن فارح، كذلك من الشخصيات اللي دائما ما يرفع لنا الحلقات على وسائل التواصل الاجتماعي. اللي موجودين معنا في الاستوديو عندنا ميرا الخفلي، كل عام وانت بخير. نحن ليش نقول كل عام وانت بخير؟ عشان اليوم يوم الأم، أحلى يوم في العالم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعدين ما أتريد تقول عشان أقول يوم الأم، وفي كيك يبينا كيك عشان بس حق الأمهات. زين، صباحك الله بالخير نمر محمد عبده. ما أنت مو بكل عام وانت بخير. اليوم أنت مو بكل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير دكتورة. شكرا، إنه يوم جميل، يوم الأربعاء ويوم الأم. طبعا كل يوم هو يوم الأمهات، كل يوم هو يوم المرأة، سواء كانت أم أو ما كانت أم، كل يوم هو يوم المرأة. بس تعرفوا نحتاج أيام معينة عشان نذكر الريايل إن في يوم للمرأة وفي يوم للأم وهكذا. فصبح عليكم بالخير في اليوم الجميل، وذكركم بأرقام التواصل على 600-551414 والرسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي على الإنستغرام. طيب إذا نحن كل يوم نتذكر أن يعني المرأة لها حيز كبير في حياتنا، سواء كانت الأم الأخت الإبنة شو ما كانت، يعني هي تأخذ ثلاثة أرباع المجتمع إذا ما كان كل المجتمع. هو كله يعني، بس نحن زين قلنا ثلاثة أرباع. طبعا هذه رسالة اليوم، كل حد يطرش مسج حق أمه يتمنى لها. طبعا أمهات الأمهات ما تتريى مسج من عيالها لأنها تقول يبارك لها باليوم، لكن لفتة جدا جميلة، طرشوا لها رسالة، سلموا عليها، مروا عليها، ودوا لها وردة، يحسون والله أن تسوى الدنيا عندهم، رسالة قصيرة أو وردة ذكرونها أن اليوم يوم الأم عشان يستانسون الأمهات إن شاء الله تعالى. طيب نأخذ دراستنا اليوم. ها هي عندك دراسة محمود، تفضل. يقول حذرت تقارير جديدة من أن الهاكرز يمكنهم قتل عدد من المرضى عن طريق إيقاف أجهزة تنظيم ضربات القلب أو مضخاته. وتقول الأكاديمية الملكية للمهندسين أن التكنولوجيا الصحية مفتوحة للهجمات الإلكترونية، كما أن الأجهزة المتصلة بالإنترنت مثل أجهزة التلفون الذكية، أجهزة الأجهزة المنزلية الذكية أيضا يمكن أن تشكل تهديد لهؤلاء المرضى. وأكد التقرير الخاص بالأكاديمية الملكية للمهندسين أن عدد الأجهزة، أجهزة الرعاية الصحية المعرضة للقرصنة في تزايد،
وهي بمثابة بوابة للفيروسات التي يمكن أن تشل عمل المؤسسات الصحية الوطنية أو الإدارات الحكومية. كما يخشى معدو التقرير من أن هذه الأجهزة الصحية يمكن استغلالها عن طريق الهجمات الإلكترونية في الوصول إلى الطائرات أو السيارات ذاتية القيادة وحتى محطات الطاقة النووية. وشدد البروفيسور نيك جينيغينز كاتب التقرير على أنه إذا لم يتم التعامل مع هذه المشكلة فسيكون لها عواقب وخيمة على سلامة المرضى، وهذا قد يؤدي إلى الوفاة. تخيلي. يعني أشكرك للمؤثر الصوتي يا نمر، متماشي مع الدراسة. يعني ما أعرف شو يعني، أنا الحين خفت محمود أنت قلت الدراسة. لا، لأن شوفي كل شيء يعني يكون مرتبط ما بين يعني شغلات إيجابية وسلبية. إذا صح. ما تعاملنا البارحة نتكلم يا دكتور محمد الرضا على هذا الموضوع، كان يقول أنه دائما التقنية تكون مرتبطة ما بين الشغلات الخاصة بي، أنك أنت تستخدمها لصالح الإنسان أو ضد الإنسان. طبعا كل شيء ممكن يكون له يعني سيف ذو حدين، في جانب إيجابي في جانب سلبي. طبعا إحنا نقرر هل رح نستخدم الشيء في الطريقة الإيجابية أو بالطريقة السلبية، يعني هل رح نستخدمه لفائدة البشر. يعني ممكن نستخدم التكنولوجيا عشان أطول عمر الإنسان، أقيم الإصابة بالأمراض، في نفس الوقت ممكن أستخدمها عشان أروج مثلا لأشياء غير صحيحة ونأضر صحة الإنسان. نحن الحمد لله في بلد يعني عندنا الأمن والأمان يعني من الدرجة الأولى. صحيح. وهذه من الأولويات الكثيرة، وأيضا نسعى إلى سعادة هذا المجتمع، المجتمع اللي فيه حتى زوار دبي يعني نسعى إلى سعادتهم كذلك. عندنا يعني تم إطلاق مبادرة جميلة، وفر صحة دبي فحوصات طبية مجانية لزائري الدولة. شو هو هذا الموضوع؟ شو الشغلة هذه اللي طلعت معنا الدكتورة ليلى المرزوقي عبر الهاتف، بتكلمنا على السريع. دكتورة صبحت الله بالخير، كلمينا عن هذا الموضوع، شو اللي ممكن يضيفه من إضافات جديدة في دعم يعني السياحة في إمارة دبي وأيضا في الحفاظ على صحة الزوار هذه الإمارة المتألقة. السلام عليكم أخوي محمود ودكتورة ندى، ومتألقين ما شاء الله كالعادة، ويزاكم الله خير على هاي الاستضافة. مثل ما تفضلت، نحن في هيئة الصحة في دبي أطلقنا مبادرة بمناسبة اليوم العالمي للسعادة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد. طبعا وزارة الاقتصاد هم من الشركاء الاستراتيجيين لهيئة الصحة في دبي، وذلك بالتزامن مع أعضاء مجموعة تجربة دبي الصحية DXH والمتمثلة في المنشآت الصحية. ثلاث، نحن محمود ودكتورنا اخترنا ثلاث منشآت صحية في القطاع الخاص يكونون معنا في المبادرة هذه، وهذه لهم مستشفى مدكير ومستشفى الزهرة وكذلك مستشفى زليخة، بحيث بأنهم هذه الثلاث مستشفيات بالتعاون مع هيئة الصحة في دبي بمناسبة اليوم العالمي للسعادة أطلقنا حزمة مميزة من الخدمات الطبية والفحوصات المجانية خاصة للمقيمين، وكذلك بشكل خاص للسياح الجون إمارة دبي بقصد العلاج والاستجمام. نحن خلال المبادرة هاي نبي نعزز مكانة دبي كوجهة عالمية للاستجمام وللعلاج وللسياحة العلاجية. بهاي الطريقة نحن نبعث الرسالة هذه للناس بأن دبي جاهزة اليوم، موجودة على الخارطة العالمية للسياحة الصحية. والمبادرة تشمل أن من خلال ثلاث منشآت صحية اللي ذكرنا اسمائهم أن يروحون يسوون فحوصات مجانية للتأكد من سلامتهم، وكذلك المبادرة بتكون لمدة أسبوع إن شاء الله. أتمنى لكم التوفيق دكتورة، نحن نبغي تفاصيل أكثر إن شاء الله مع في أقرب فرصة تكوني موجودة معنا متى ما يسمح وقتك في البرنامج، بناخذ كل التفاصيل عن هذا الموضوع ومواضيع أخرى خاصة بدعم السياحة الصحية في إمارة دبي. نحن شاكرين لك هذه المداخلة دكتورة. شكرا جزيلا. كانت معنا عبر الهاتف الدكتورة ليلى المرزوقي رئيس مجلس السياحة الصحية. نطلع فاصل، بعد الفاصل بقرأ وايد مسجات لأن جتنا على مواضيع ولا نقول الحين على السريع ما باخذ ثواني.
زين يقولون لان في هني ابو برع يقول اخو يوسف ايش معنى ان الاب ما له نصيب وشكرا؟ ليش الاب ما ياخذ حقه مثل الام؟ كل سنه وانت طيبه يا ماما نجوى. زين احس براحه تتكلمون عن شيء افهمه واقصد بالتقنيه. تخصص اي تي كان يقول ضايع حقه والله الاب مسكين. يا ريال خلنا صريحين كل الكرف على الحرمه وين الابو المسكين ما غير ينبطح في الصاله وكرشته ماده مادنها مترين. زين نمر يقول والدفع على منو؟ دبي دانت الدنيا شايكرك من صوبنا مشكورين صبحكم الله بالخير ويعل كل الأمهات بخير وسعادة آمين يا رب. إن شاء الله في يوم للأب في يوم للرجل في يوم للرجل يوم الأب موجود. عموما ما طلع فاصل عشان بس ما نطول على نمر بعد الفاصل منكمل معاكم فقرات برنامجنا صحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. أذكركم أولا بأرقام التواصل على 600-551-414 ورسائل النصية على 4006 موجودين لايف على نور دبي على الانستغرام. مثل ما كلكم عارفين أمس كان في فعالية جدا جميلة هي تيدكس دي اتش اي اللي هو التعاون ما بين هيئة الصحة بدبي والبرنامج تيد. كان في أمس الجلسة الحوارية اللي كانت موجودة أمس كانت عن التحول في النظام الصحي كيف يأثر على حياة المريض كيف التحولات الموجودة في النظام الصحي حول العالم بشكل عام. كان في عدد من المتحدثين المتميزين. أحد المتحدثين كان معنا دكتور سباستيان ندى الملة كنت متحدثة بس معانا متحدث متألق آخر كان معنا أمس تكلم موضوع وايد جميل هو الدكتور بسام محبوب. أنا ما بقول لكم عن شو تكلم بخليه هو يشرح لكم الموضوع اللي تكلم فيه أمس فعلا فعلا كان موضوع جميل. دكتور بسام صباحك ورد. صباح الفل حياكم الله يا هلا. حياك الدكتور محمود. هلا دكتور. دكتور في البداية قبل أن ندخل في موضوع الجلسة اللي أو الـ يعني السبيتش اللي أنت قدمته الكلمة اللي أنت قدمتها خلني أتكلم عن هذه الممارسة تيدكس دي اتش اي شو رأيك فيها؟ شو هذه الممارسة؟ كيف حسيتوها كأطباء أنتو؟ يعني هي فكرة تيدكس بشكل عام أو فكرة تيد طلعت في 2002 أو 2001. الفكرة منها أن هو عبارة عن منتدى يتكلمون الناس فيه عن أفكار معينة والأفكار هذه تستحق النشر. ويعني أنا ما بأتكلم عن التنظيم ولا وائد لأن ما شاء الله الأخوة عندنا في المكتب التنظيمي سواء الأخت ندى أو الدكتور محمد أو التيم اللي كانوا هناك حقيقة لهم كل الشكر وهم لازم يتحدثون عن الشيء هذا. لكن هي ممارسة تقوم فيها هيئة جهة شركة وكذا بيتحدث عن ثيمة عن موضوع. فأعتقد أمس كانت مشاركة رائعة. الفكرة بشكل عام كانت شيء جديد حتى يمكن ما تعرفون وجودنا. حصلنا رسائل من دوائر محلية أخرى حابة أن تأخذ الفكرة هذه أيضا. فهو إقامة الفكرة كانت في حد ذاتها رائعة. الآن نوعية المشاركين اللي دخلوا معنا واللي يتكلموا نحن طبعا جهة صحية فبالتالي كور بزنس مالنا وطبيعة العمل مالنا هي الخدمة الصحية. لكن الجميل أمس أن تكلمنا عن أشياء حوالين الخدمة الصحية بس بمحاور أخرى. بمعنى تكلمنا عن كيف تفكر في إحداث تغيير في النظام الصحي. تكلمنا عن كيف تفكر في كل شيء في الحياة لا خص بالصحة من بيتك البيلدنج إلى شو تلبس إلى شو تأكل إلى كذا. تكلمنا عن السوشيال ميديا الدكتورة ما شاء الله عليها ندى أبدعت يعني في هالموضوع هذا. تكلمنا عن دور التكنولوجيا كيف بتغير حياة المرضى وكيف بتغير بشكل عام حياة الناس. فلا شك أعتقد هي فعالية ثقافية جميلة. أيضا كان في مشاركات موسيقية جميلة جدا وكذا. فطبيعة تيد توك هو ثقافة على تكنولوجي على شيء يكون ترفيهي جميل. الشيء اللي أنا أتكلم فيه كان عن ماذا يريد المرضى.
شو يبغون المرضى؟ أنت حطيت يعني حتى بعض المحاور الرئيسية في هذا المجال، محاور جميلة جدا كانت دكتورة. دكتور حقيقة يعني ماذا يريد المرضى هو فكرة كتاب يعني أنا خلصته. والفكرة أنه يعني أنت كشخص محمود أو دكتورة لما تطلع من بعد ما تخلص زيارة عيادة مستشفى أو كذا، شو اللي يدور في مخك في هذاك الوقت على اساس تقول والله اعتقد ان ضرب مره ثانيه، واعتقد العياده كانت زينه، واعتقد الدكتور كان زين وكذا وبعدين قد يسمع الكلام هذا لانه كلام نظري، بس حقيقه هذا الكلام علمي ودرس، يدخل فيه علم النفس، يدخل فيه التسوق، يدخل فيه علم الاداره القياده وكذا، فهي مجموعه محاور. اليوم المريض أول ما بيرتاح له في هذا المكان، هل أقدر أتصل عشان أقدر أخذ موعد ولا لا؟ أنت ما تبى تتصل في بدالة يقعد يقول لك إذا أردت باللغة مش عارف إيش، بعدين دق واحد بعدين اثنين بعدين ليه ما تقدر تدق صفر وعقب تكلم الشخص اللي أنت تباه؟ هذه قضية. صحيح. القضية الثانية، هل أقدر أحصل موعد بسرعة ولا لا؟ القضية الثالثة، أقدر أوصل لهذا المكان ولا لا، ولا هو في نص مكان في زحمة وما أقدر أوصل له وكذا، يأثر أيضا إذا كان نحتاج الموضوع هذا. بعدين موظفين الاستقبال، هل كانوا فريندلي، هل كانوا ناس متعاونين بشوشين؟ إحنا أمس كنا نعطي التوك وكان يوم الابتسامة العالمية، خطأ أنك أنت كمريض أو اليوم كمتعامل أو كذا تروح مكان ما يبتسم لك الشخص، هذا تصرف خاطئ لأن هذا شعور إنساني. فكيف لما يكون واحد مريض جاي إنك في رأسه أشياء وايدة، هل عندي كذا، هل عندي كذا، هل عندي كذا؟ وفي اللغة العربية قيل صاحب الحاجة أرعن، فكيف لما يكون صاحب الحاجة مريض؟ العامل الأكبر هو يسمونه demeanor of the medical team، يعني أخلاقيات الطاقم الطبي اللي موجودين معك، من الممرضة اللي قاعدة تتعامل معها وخذت منها الضغط والهذا، إلى الأهم من هذا الموضوع كله كيفية تعامل المريض، كيفية تعامل الطبيب. صحيح. أهم نقطة في هذا الموضوع، هل الطبيب سمعني ولا لا؟ هل سمع للشكوى اللي أنا أبها؟ على فكرة يعني أنت قد يكون المريض لما يجي عندك كطبيب كل اللي تفكر فيه شو التفخيش وشو الدواء. المريض يفكر لا، هو مب مهم عنده انك تجيب له اسم التشخيص ولا مهم، انت سمعته. كل مريض استاذ محمود عنده نظرية للمرض اللي عنده، قد تكون النظرية هاي ما لها اي اساس علمي. نعم. يعني انا سيت تحت الكنديشن عقب ياني ويا او انا ما يعني اوكي، لكن حقيقة الدراسة تثبت لأنك لما تسمع لنظريته، لما تسمع له شو يبي يقول. طيب اليوم ممكن يكون يعينك عشان السكر بس هو متضايق لأنه ولده سقط في المدرسة ولا ما حل زين ولا كذا، خلي عندك العامل الإنساني هذا أنت تسمع. وأنا دائما أقول إنه أول دقيقتين هم أكبر دقيقتين أنت تقدر تكسب فيها المريض. اسكت تماما، اسمع، أعطيه الآي كونتاكت، انظر له في عينه، اقرأ لغة الجسد، بتعرف المريض شو يبغي منك بالضبط، وبالتالي رضاه بيكون أكثر. فبس هذا هو الكلام يعني أعتقد. صحيح. جميل. دكتور هني في وايد مداخلات تتكلم عن ثقة المريض في الطبيب نفسه، يقول أعطاني ثقة، عرف مريض يعني يقول الدكتور بيطرش عينه من الكانسر، والله يعافيه، عينة من الكانسر لمصر، بس الدكتور الثاني قال له ما بطرش ولا بيطرش، وين الثقة هني؟ محمود هاي يمكن نقطة مهمة جدا. كطاقم طبي المفروض ان احنا ما ننتقد بعض من بعض الا اذا كان الموضوع واضح. صح. ولما بيكون عندك انتقاد، انتقد كيف؟ انتقد الفعل، انتقد النظام، لا تنتقد الشخص. يعني صح. لو ياك اليوم مريض خطأ وايد تقول له اقل ادوية هذه كلها، او اللي شافك هذا ما يفهم، او لا قول انا اعتقد ان التصرف، اعتقد في وجهة نظري كذا كذا. لو المريض احرجك، وهذا طبعا يسوونه دائما، اذا بس انت شو رايك في اللي سواه الدكتور؟
في هاي اللحظة أنا أعتقد التصرف الأخلاقي انتقد الفعل لا تنتقد الطبيب لا تنتقد الفاعل. مثل الحلاق دكتور تعرف تروح له يقول لك والله هذا اللاين مخربل لك هي ولا أحد دكتور صار كنا حلاق لا هو يعني هم ينتقدون بعض عرفتي. طيب دكتور البارحة كان في قصة وايد مؤثرة أنا أبغي أختم اللقاء فيها قصة المريض اللي أنت سميته عبد الله ومو باسمه عبد الله طبعا يا ليت تخبرنا هذه القصة مصري يعني أنا لازم أقول على الهواء والله لأن قصة مفيدة زي يعني أنا عارف أنك أنت تتأثر لما تقولها بس حلو أن المستمعين يسمعونها يعني حبيت أقول أن لما كنا أمس نتكلم عن كيف التكنولوجيا بتكون مختلفة وكيف بنتعامل مع الذكاء الاصطناعي وكيف بنتعامل كذا وكيف قد تشوف الكمبيوتر اللي فيه ذكاء اصطناعي وروبوت قبل ما تشوف الطبيب نفسه بس كنت أحب أختم على أن مهما سوينا في هذه المهنة في هاي المهنة الإنسانية بيظل الجزء الأكبر اللي يسمونه الهيومن تاتش اللي هي اللمسة الإنسانية في هذا الموضوع صحيح صحيح فذكرت قصة مريض حقيقة عرفت كان يسوي ذراع قلب وسواها على سنة يعني انولد في السنة الأولى من حياته كان عنده قلب مضروب أنا شفته لما صار عمره 13-14 كده يعني كان عنده مضاعفات بسبب ذراعة القلب كان لها علاقة بأمراض الرئة اللي هو تخصصي يعني صار تعاملي معاه بشكل شخصي أكثر لأنه طبعا مريض خاص من نوع خاص وتفهمت وضع أبوه وأمه وكذا ويعني حقيقة من أروع الناس كانوا أعطوه الحب وأعطوه الحنان وأعطوه إلا صار كح اليوم ولا حتى بعد حرارة اتصلوا وياه وكذا فطبيعة المرضى هذه ما تقدر أنك أنت تقول له والله بعطيك الجواب وشوفك بعد 3 شهور ولا بعد 6 شهور ولا كذا وهل هيومن تاتش أنت تقدر تقدر يعني تقيم وضع المريض نفسه هي واعتقد انا يمكن دكتوره بتتفقين معي انت كفاميلي فيزيشن اعتقد السيستم هذا كله كامل ان كيف المرضى يتواصلون معنا عن طريق عياده موعد اعتقد لازم نغير السيستم هذا كامل لازم يكون في اكسسبيليتي او لازم يكون في طريق للوصول للخدمه الطبيه صحيح. 24 ساعه للشكل اللي ارتاح له انا وللدول اللي يناسبني أنا اللي يسمونه فاشنالات مدسن وبالتالي لازم نجد وسائل تواصل مع المرضى مختلفة عن العادة لازم يكون وسائل التواصل الاجتماعية لازم يكون في تيم يقدر يتابع فحقيقة كان على تواصل مع التيم عندي وكان له تواصل مع التليفون اللي عندي أنا وعلى الواتساب وإذا استوى شيء وإذا استوى كذا وحتى حالا كان سبحان الله تكون أشياء عادية مثلا اليوم ما بقدر أروح الامتحان لأني كذا هل المرض يعني أنا كنت أجاوب عن الشيء هذا يعني طبعا باختصار أنه يعني طبيعة المرض هذا أنه بعد فترة يصير في مضاعفات قد تؤدي إلى الوفاة فعبد الله توفى وكنت معه أثناء ما كنا نسوي العملية إنعاش قلبي وغيره وكذا المهم طبعا أنا تأثرت وايد وتأثرت لأهله ولوالدته اللي كان فاضل يعني كنت على علاقة يعني قوية مع العائلة بعد 3 أيام تقريبا وصلت مكالمة من بريطانيا دكتور بسام محمود قلت له نعم وكذا وكذا قالت لي تعرف المريض فلان قلت لها نعم قالت لي أنت ما تعرفني قلت لها هي أنا ما أتذكر لا شكتك ولا بلبل قالت لي المريض هذا كان عنده زراعة قلب القلب اللي داخل كان قلب ابني أنا تبرعت فيه فشكرا على أنك أنت كنت تعالج قلب ابني طول السنوات هذه أنا ما قدرت أرمس حقيقة مثل ما يقولون خرجتني العبرة وأعتقد أن This is what patient wants. هذا اللي يبغونه المرضى هو الجزء الإنساني في هاي العلاقة اللي مهما طورتها بيظل الجزء الإنساني فيها أهم شيء جميل دكتور أنا باخذ هذه المداخلة على السريع قبل نختم معاك من معانا
فريد. فهد تفضل يا فهد. السلام عليكم. يا هلا. السلام تفضل اخوي. دكاترة بس انا ممكن شدني موضوع الدكتور مطرح انا في موضوع اللي هو حال يعني لو المريض اذا حال مثلا جاء للعياده فمنات لازم ياخذ يدخل على عياده عائله ويتوجه للمستشفى او الدكتور المختص. نعم. يمكن هاي احنا يمكن كمواطنين او كمرضى نتوجه للمستشفيات الخاصه بهذا السبب، يعني انت تبغى الدكتور المعني تدخل عليه دايركت بدون ما توصل لعياده العائله وتاخذ اجراء ويعمل التحويل. فهذه يعني تساعد او تخلي الشخص هذا يعني ياخذ مدفوعين يتوجه للدكتور المعني. فذا انا عندي عاني مثلا في الم في الركبه واخذت على اضواء العياده وخذت اشعه شافني الدكتور العام وقال لي ما في شيء، قلت له انا احس بالم يعني حولني على اضواء، قال ان شاء الله بعمل لك طلب. فهذه اجراء تحس تاخذ يعني مده طويله وتكره الشخص انه يراجع فيها من مستشفى حكومي. طيب. يتوجه الخاص وفك نفسك وادخل على الدكتور وعمل اشعه نفس الوقت وخذ النتائج وعرف واعطاك الادويه واعطاك العلاج. واضح فهد، عاد سامحني انا بطلع فاصل ان شاء الله، بعد الفاصل برد على الاستفسار مالك هذا، وبالعكس يعني عاده ما نسعى نحن الى توفير اكبر قدر من الراحه للعملاء، ولكن هنالك بعض الامور او البروتوكولات الطبيه يعني المتعامل بها. بنجاوب عليها عموما ان شاء الله. دكتور بسامح ابو بسامحنا عاد نحن اخذنا من وقتك الكثير، نتمنى لك التوفيق إن شاء الله، وشكرا لك على هذه المداخلة الرائعة والجميلة، نتمنى لك التوفيق ونتريى الكتاب إن شاء الله ينزل في أقرب فرصة إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله شكرا جزيلا دكتور. سلام. طيب بهذه القصة المؤثرة نزل بنطلع فاصل، بعد الفاصل إن شاء الله بنرجع بنتكلم عن العديد من المواضيع الأخرى، بتكون معنا في الاستوديو الدكتورة خولة الحجاج تتكلم عن مركز عبير الطبي إن شاء الله. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي عبر قناتكم المميزة دائما قناة نور دبي. أرقام التواصل على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي على الإنستغرام. طيب بالنسبة للاستفسار المتصل اللي كان قبل الفاصل للأخ العزيز فهد كان طارح هذا الموضوع دكتورة. الآن هني نتكلم عن دور أطباء الأسرة. بالضبط. إنزين هي على السريع إنزين، هو ليش لازم تدخل على طبيب الأسرة؟ لأن اكتشفوا أن في 80% من الحالات طبيب الأسرة يقدر يعالج الحالات ما تحتاج تحول على الأخصائي، وهي يسمونه efficiency in medical service. شو يعني؟ يعني تحسين النظام الصحي. أنت لما تشوف الأخصائي، أولا الأخصائي يكون عنده مواعيد أطول، طبيب الأسرة تقدر تشوفها من غير موعد، توفر على نفسك رؤية الأخصائي بأنك تشوف طبيب الأسرة. 20% الباقية تحتاج تحويل، فهذه يتم تحويلها على الأخصائي، فهذه فائدة طبيب الأسرة. منو اللي يحدد التحويل، المريض ولا الطبيب؟ لا الطبيب. طيب إذا أصر المريض نحوله، إحنا بالعادة نقولهم إذا ما يحتاج نقوله لا يحتاج، إذا أصر نقوله بنحولك ونكتب السبب أن الطبيب أن المريض طلب أنه يتم تحويله ليبقى رأي آخر، رأي ثاني، رأي متخصص. رأي متخصص. طيب هني تكلم عن مسألة أني أنا ممكن في القطاع الخاص أدخل على الأخصائي على طول، ما في داعي أني أنا أشوف طبيب عام. بالضبط، القطاع الخاص في هذا هو سيستمهم هذا، ولكن حسب الدراسات أن عشان تقدم خدمة طبية جيدة لازم تكون بهذه الطريقة، طبيب الأسرة بعدين أخصائي. وتدري محمود لما تدخل على الأخصائي يطلب لك فحوصات تخصصية أكثر، يوصف لك أدوية أكثر من طبيب الأسرة، وأنت تكون بالعادة غير محتاج لها لأن الطبيب متخصص متعود على الحالات. لا غير محتاج لها، يعني اسمحي لي دكتور، أنت يا ستتحيزين لأطباء الأسرة على حساب المتخصصين. أنا أقول لك كم حالة مريض يانا عنده زكام يروح الخاص يطلبون له أشعة ما عليه. الحين الوضع ما بين الخاص والحكومي هنالك يعني في فوائد تجارية أو كذا وغيره، يعني هم يشوفون بهذا الشكل، ممكن حد يشوفه بشكل معين يطلب له مثل هذه الأدوية، ولكن عملية أني أنا أفاضل ما بين طبيب الأسرة والطبيب المتخصص أنا أختلف فيها معاك بشكل كبير. إنزين، لأن أتفق معاك أنه لازم يمر على طبيب الأسرة. هي. إنزين، لكن طبيب الأسرة أحسن من المتخصص؟
80% من الحالات يقدر يعالجها، ما يحتاج يعالجها هي، بس ما مو بحسن من المتخصص. ما في حد احسن، ما في حد احسن من حد، كنا متخصصين. انت احنا انا ما قلت شيء، قلت يتم طلب تحاليل اكثر وطلب ادويه اكثر من لما تدخل على طبيب الاسره. طيب انا باخذ راي طبيبه اسره اخرى موجوده معانا في الاستوديو، دكتوره خوله. صبحت الله بالخير دكتوره خوله حجاج، المدير الطبي لمركز الزعبيل. شو رايك الموضوع اللي طرحناه اول شيء؟ أول شيء السلام عليكم. أنا طيبة أسرة نفس اشترى. مداخلة على الموضوع، طبيب الأسرة ما فيه أي طبيب أفضل عن طبيب. نحن كلنا نشتغل يا بعض بصف متكاملة عشان لمصلحة المصلحة المريض. أحسنتي. طبيب الأسرة هذا الكلام الصح. أنا قلت ما في حد أحسن منك. أنا قلت شو الفرق بين طبيب الأسرة والطبيب المتخصص؟ أن المريض إذا راح على الأخصائي يروح لزيارة وبعدين يمكن يروح له ويمكن ما يروح له، بس طبيب الأسرة يكون طبيب المريض، يعرفه، يعرف أهله، يعرف تاريخ المرضي، يعرف تاريخ الأسرة، فهذا يساعد أكثر على العلاقة بين الطبيب والمريض. صحيح. هذا شيء نشوفه يفتقره الأخصائي، ممكن الأخصائيين بس بشكل يعني نقول بشكل كبير. الأخصائيين في المستشفيات يمكن يشوفه مرة ويعالجه عقب يروح على أخصائي ثاني مستشفى ثاني، يفتقر هذه العلاقة. أنتوا تكملون بعض. نعم. أي بس ما أقول إن هذاك يعطي أدوية زيادة وهو ما في حاجة لها. نحن نعالج إذا في مراحل نحن ما يعني تحتاج فحوصات معينة، تحتاج علاج آخر، نحن نحول الأخصائي لأنه مختص في النهاية. شفتيها كيف تطالعني؟ يكمل العلاج. شفتيها كيف تطالعني؟ ليه يعني ليش تزعلين من كلمة الحق؟ أنا ما أزعل، أنا أكثر إنسانة ما أزعل. لا نسولف ترى. لا هي الفكرة دكتورة ليش؟ لأن نحن نتكلم إن في النهاية الكل يكمل الثاني. بالضبط. أنا أتفق معاك تماماً. أشكرك. بدور طبيب الأسرة، طبيب الأسرة دوره مهم جداً، لأن نسميهم نحن خط الدفاع الأول. بالضبط. في العملية الصحية ودورهم جدا مهم، بس يعني أوكي. يعني طريقة التحويل للأخصائي محتاجين نحن شوي نسرع منها، ممكن هو يحتاج تسريع من هالناحية. طيب هني أبو عبد الله يقول السلام عليكم. سامحيني دكتور أنا أبغي أتكلم في الموضوع اللي جايبينه تعليه، لكن شوية بس في وايد البرنامج نحن فاتحينه للجمهور، عرفتي، فنحاول يعني ناخذ كل الآراء الخاصة بالجمهور. يقول أبو عبد الله المرضى اللي يراجعون مستشفيات كبيره بصوره مستمره محتاجين خدمات المواقف، لان في صعوبات كبيره في الحصول على الموقف، وخصوصا مستشفى دبي وبالاخص مرضى الكلى وغسيل الكلى والمرافقين يرجى النظر في هذا الموضوع بشكل عاجل، لان الصيف قرب ولكم جزيل الشكر، فاسعدوهم جزاكم الله خير. وفي نفس الوقت المستشفى وفر سيارات لنقل الناس من المواقف الى المبنى، ولكن المستشفى في ولكن في يعني صعوبه في الحصول على موقف نفسه، واتمنى من اداره المستشفى او الهيئه ان تقوم بتخصيص مواقف للمرضى المذكورين واصدار بطاقات المواقف لهم. يعني ان شاء الله نحن ما نرفع هذا الاقتراح، ولكن دكتوره في فالي باركينج، في خدمه صف السيارات موجوده حتى في كل المستشفيات، مو بس مستشفى دبي، في دبي، في راشد، في لطيفه، كله موجود. انزين عموما نحن ما نرفع هذا الاقتراح. ميرا خذي الاقتراح هذا الله يخليك وحطيه في السيستم، خلي الشباب يتكلمون مع ابو عبد الله ياخذون ياخذ مجرى التنفيذ. نعم. موضوعنا اليوم، موضوعنا اليوم بنتكلم عن مركز زعبيل وفوزه باعتماد كعياده صديقه للطفوله. كلمينا دكتوره خوله عن هذا الاعتماد وشو اهميته. الاعتماد الدولي لليونيسيف للعيادات الصديقة للطفل هو اعتماد دولي. الحمد لله نحن كان ختامها مسك مع عيادة زعبيل، الحين كل مراكز هيئة الصحة في دبي عندها الاعتماد الدولي لصحة الطفل، وهذا الاعتماد جدا مهم لأن هذا يساعد الأمهات على رضاعة الأطفال رضاعة طبيعية. نعم. وطبعا نحن ما ننسى أهمية ودور الرضاعة الطبيعية للطفل وللأم. بالضبط صحيح. كيف تم تهيئة المركز عشان يحصل على الاعتماد؟ شو الجهود؟ تدريبات معينة؟ توعية ممكن للأهالي؟ شو سويتوا؟ هي جهود كانت متكاملة، كان من بين الموظفين من بين موظفين مركز زعبيل الصحي ومع بالتعاون مع إدارة الشؤون الصحية. قمنا بعمل خطة واتبعنا السياسات اللي لازم نتبعها للرضاعة الطبيعية وتشجيع الرضاعة الطبيعية، من تدريب الموظفين، من تهيئة الموظفين لتدريب الأمهات، توفير البيئة المناسبة في المركز. صحيح. البيئة المناسبة من تواجد غرفة الرضاعة الطبيعية، في خصصنا باركنات خاصة للنساء. صحيح. الباركنات الوردية. نعم. هذه تشجع الأمهات
إذا يوم ما حصلوا مواقف، بما أنه ذكرتوا مشكلة المواقف ففي مواقف خاصة للنساء. صحيح. وبعدين نوفر غرفة خاصة قلنا للرضاعة الطبيعية، ونوفر أجهزة تساعد على شفط الحليب للرضاعة الطبيعية. ممتاز. ولا ننسى دوائر حكومية في دبي عندهم خصصت ساعات الرضاعة الطبيعية، هذه تساعد الأمهات الموظفات على الرضاعة الطبيعية. وكذلك إجازة الوضع زادت، وهذه كلها تساعد الأم أنها توفر لها البيئة المناسبة للرضاعة. صحيح. وطبعا في عندنا عيادات تساعد الأمهات اللي عندهم مشاكل في الرضاعة، ونتم تحويل الأمهات عليها. طبعا عندنا نحن أخصائية الرضاعة الطبيعية متواجدة. صحيح. بالإضافة إلى أطباء المركز كلهم ماخذين 20 ساعة معتمدة للرضاعة الطبيعية، إذا في أي مشاكل متوفرة أو أي شيء يساعدون الأمهات. عندنا الخط الساخن، إذا أي أم عندها استفسار بخصوص الرضاعة الطبيعية تتصل فيه. نحن في مركز عبيل عن طريق السوشيال ميديا سوينا واتساب جروب الأمهات يستفسرون، ضفنا فيه الأمهات المركز عبيل، إذا عندهم أي استفسار بخصوص الرضاعة الطبيعية، دواء معين يأخذون، أي شيء يتوفر نقدر نجاوبهم بشكل أسرع. هني يقول حرمتي دكتورة ترضع ولدي صناعي لأنه ما تدر حليب، مع تغيير الأكل وجهاز الشفط الحليب، ولو صار بشكل بسيط ولدي صار ما يحبه ويرفضه. هذه مشكلة وايد منتشرة وشائعة. شو يصير؟ نحن ضد الرضاعة الصناعية أو ندخل الرضاعة الصناعية. ليش؟ لأن الطفل يستوي عنده مثل confusions، خربطة، خاصة إذا دخلت للرضاعة الصناعية أو اللهايات فما يعرف، يستسهل. طبعا الرضاعة الطبيعية صعبة على الطفل، لأن أنت تشغل كل عضلات الوجه عشان ترضع. صحيح. فأنت إذا بديت تدرج الرضاعة الصناعية تخلي الطفل يستسهل الموضوع. صح. ويحول على الرضاعة الصناعية. صح. ونحن كثر ما نقول لازم الأم ترضع الطفل، لأنه مثل، يعني أنا ما بقول أشبه الأم بالمصنع، بس هو كثر ما هو الطفل يرضع كثر ما يزيد الحليب. صحيح. بس شو يستوي الأمهات تقولوا ما في حليب، لأن ونس أن أنت دخلت الرضاعة الصناعية طبيعي بقل الحليب بالطبع، لأن ما في تحفيز أصلاً صنع الحليب عندهم. هذه واحدة من الاعتمادات اللي أنتوا خذتوها في مركز زعبيل. كلمينا عن الاعتمادات الثانية والجوائز والشهادات اللي خذها مركز زعبيل. مركز عبيل منذ افتتاح حصلنا على كثير من الاعتمادات، بديناها باعتمادات الايزو، 7 اعتمادات للايزو، وحصلنا على الاعتماد الجي سي اي الاعتماد الدولي، حصلناها بالنسبة 100% كأول مركز صحي حصل على هالاعتماد خارج أمريكا، وحصلنا على الاعتماد الكندي، وحصلنا كذلك على اعتماد اليونيسف للرضاعة الطبيعية، حصلنا على اعتماد الأمرام عشان سلامة، نظام سلامة، وحصلنا كذلك على كرمون، تم تكريمنا من قبل معالي حميد القطامي، لأن مركز عبيل الصحي لسنتين على التوالي حصل على نسبة رضا متعاملين 100%، وهذا استفدت فيها مركز عبيل، فالحمد لله. الله يوفقكم. والمركز أصلا مركز يعني الكامل والكامل الله، لكن يعني نتمنى كل المراكز خاصة مركز البرشة يكون على نفس المستوى، مستوى مركز زعبيل. إن شاء الله كل المراكز شاء الله تكون على نفس المستوى. لا، هي كل المراكز ما شاء الله على نفس المستوى، لكن مركز زعبيل لأنه تم تصميمه مؤخرا، فتم تصميمه على أعلى المستويات العالمية دكتورة. حتى اللي قيموكم يعني تقييمهم كان مختلف ها دكتورة لمركز زعبيل بالتحديد. صح، هو التصميم المبنى مركز عبيل كان منفرد ومتميز، بس ما ننسى أخ محمود إحنا نتبع نفس السياسات ونفس المناهج ونفس في كل المراكز، فالخدمة هي واحدة. يمكن يختلف المبنى لأن المبنى جديد، فيمكن جمالية المبنى كشكل يختلف. طيب شو ممكن نضيف على موضوع الرضاعة الطبيعية؟ نصايح تبغين توجهينها؟ نصايح بعدين نروح للخدمات اللي تقدمونها بعد في المركز. ما عندنا وقت وايد ترى. هي ما في. على السريع خولة النصايح تعطيها الأمهات اللي رضعن، وعلى السريع بعد مر على الخدمات. أول شيء أنا أوجه الأمهات كلهم وأن يتوجهون للرضاعة الطبيعية، لفوائد الرضاعة الطبيعية للطفل وللأم. الطفل يزيد من نسبة ذكائه، يزيد من نسبة نموه، يقلل خطر الإصابة بالأمراض مثل الربو، الإكزيما، الأمراض الحساسية. الرهش زين يقولون. يزيد للحليب بس يزيد وزنها. الوزن. بعد الرضاعة الطبيعية تقلل وزن الأم، تقلل خطر إصابتها بسرطانات الثدي والسرطانات عنق الرحم.
الرضاعة الطبيعية هي سبحان الله، الله وجد الغذاء المناسب للطفل. بمناسبة اليوم يوم الأم، نتوجه أن نقول للأمهات أنتم قمتم بدور عظيم. الحمل كان متعب والرضاعة بعد متعبة، فكملوا على الرضاعة الطبيعية لإنشاء جيل متميز وجيل صاعد إن شاء الله. جميل. الخدمات اللي تحطونها دكتورة في هذا المجال؟ خدمات مركز زعبيل بشكل سريع. مركز عبيل عندنا عيادات الطب الأسرة اللي هي متواجدة، بالإضافة إلى عيادات التخصصية عندنا عيادة العيون، عيادة الأنف والأذن والحنجرة، عيادة النساء والولادة وعيادة صحة الطفل. جميل. دكتور، مداخلة بسيطة على موضوع زوجتي تحولت على الرضاعة الصناعية لأن وزن البيبي كان أقل من المفترض. نحن نتابع هذا الموضوع، احيانا الوزن ما يقل يدل هذا دلاله على ان الرضاعه ما كانت بشكل صحيح. صحيح. فنحن نوجههم ان يتابعونا يعني باستمرار، نشوف كيفيه الرضاعه، نشوف اي مشاكل ونحاول نساعدهم. ممتاز. نحن نتمنى يعني للجميع الصحه والسلامه الدكتوره إن شاء الله. ودكتوره ندى يعني يعطيكم العافيه انتم اطباء الاسره. الله يعافيك، شكرا. مركز البرشة بعد وكل المراكز، كل المراكز. دكتورة خولة مشكورة وايد على وقتك، ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله، وهذه دعوة كذلك نوجهها لجميع منتسبي مركز زعبيل أنهم يتواصلون دائما، خاصة الأمهات مع المركز في كل شيء يحسون فيه. صح. شكرا لك دكتورة. شكرا لك. شكرا لك دكتورة ندى. شكرا لك. شكرا لك يا نمر محمد عبده، وكل عام وانت بخير يا ميرا، لأنك أنت الوحيدة اللي أكلتينا كيك اليوم. من زين. وهذه تحية لكل أمهات الإمارات وكل الأمهات في الوطن العربي وكل الأمهات في العالم، تحية لكم على ما تقدمونه للإنسانية. وصلنا لختام حلقتنا اليوم، على أمل نلقاكم إن شاء الله في الغد مع مواضيع جديدة ومتجددة. تقبلوا تحياتنا وتحياتي أنا محمود يوسف والدكتورة ندى الملة. في الختام شو نقول؟ إلى نلقاكم في الغد، نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.